دقت ساعة اللعب. اليوم 12 مغامراً مصارعاً للموت سيتحدون المدافعين الشجعان وجهاً لوجه، وسيقاتلون سعياً للاستيلاء على تاج سبلاتيلوت. هل سيستطيع المدافعون حماية القلعة من المهاجمين وصون مملكة سبلاتيلوت والفوز بالمنافسة في نهاية المطاف؟ من سيقع؟ من سينحرف؟ من سيتعثر؟ ومن سيرش بالماء؟ أهلا بكم في منافسات سبلاتيلوت، سباق الحواجز العائد إلى القرون الوسطى والذي تربع على عرشه السير رودريغ من ويدجوود 5 مرات متتالية. أوتش. أنا جيسون أغنو ومعي السيد مات شين. في الحقيقة جاي أدعى الدكتور مات شين. لكنك لست الدكتور. إذا لما أنا حائز على دكتوراه في علم الرش بالماء؟ من أين؟ جامعة الرش بالماء. الجميع يعرف أنها مدرسة للاحتفالات. أعرف، لذا أمتلك شهادة في الاحتفال. حسنا، في الجولة الأولى يواجه المهاجمون الاثنى عشر خندق الماء العديم الرحمة. الستة الأسرع بينهم يحاولون الفرار من الحواجز قبل أن ينقض 4 منهم على القصر للظفر بتاج سبلاتيلوت. تستهل المنافسات بمرحلة خندق المياه، دعونا نلقي نظرة عن كثب. على المهاجمين أن يجتازوا البراميل المحيرة قبل أن يعترضهم المنحدر الزلق والأسطوانة الدوارة. أسميها محطمة الأحلام. بعد إذن هناك المنحدر والمستحيل والفؤوس الحربية القاطعة والمياه المائجة يا جاي، ثم جسر الحبال الكارثي كأنه معلق بخيط إلى خط النهاية عبر المدافن الخطيرة. كل ذلك يدور تحت مرمى أهداف سبلاتزوكا ومدفع ضخ المياه على يد حراسنا. الجميع مستعد للتدمير، ولكن 3 فقط سيشاركون في الجولة الأولى. لدينا في مرحلة الخندق قاطعة الطريق الشقراء باليستا والشاعرة المشعوذة نايتروس. لا داعي للخوف هنا إلا مني أنا. والمغرض المتهور ثورن. هل أنتم جاهزون لنا؟ نحن جاهزون لكم. أنا جاهز لقبلة إضافية من باليستا. هون عليك جاي، إنها لي. ستتولى نايتروس تغسيل بالمياه وباليستا سبلاتزوكا، أما ثورن فسيدير المدفع المائي. لنقضي عليهم. لقد قلتها جايكوب. تقصد أنك تريد الاستحمام؟ والتجرؤ على تحدي نايتروس. جايكوب تبدو كالنحلة الطنانة. إنه كالنحلة يتنقل من زهرة إلى زهرة. ويلدغ أيضا تماما كالعسل الذي يجنيه. كانت الطرطشة حلوة. إنه ينزلق على المنحدر. أوه. أيها السكر، أعطني هدفاً أصوب عليه. أوه، يتعرض جايكوب للسعات قوية. استجمع جايكوب قواه الآن وأفلح في عبور الأسطوانة الدوارة. أوه، قبل أن تقعه الجاذبية في خندق المياه. أصبح جايكوب في مرحلة الفؤوس القاطعة. هيا أيتها الفؤوس. لا لا، لقد قفز فوقها. ثور جعلته غاضباً وجعله مبتلاً أيضاً. النحل الطنان يعجز عن الطيران في المطر، لكنه يطرطش. وصل جايكوب إلى خط النهاية. هيا بنا. وها هو يبذل ما بوسعه. أتشبه النحلة الطنانة؟ لا، لكنها تستطيع أن ترقص كما يفعل جايكوب بعد تحقيقه 7 دقائق و18 ثانية. إنها كاسدي. أنا حاضرة للمغامرة. انطلقي في مغامرتك. أوه، ارتطمت بالبرميل كما لو أن مدفعاً قذفها. ومرة أخرى. يا إلهي، تقذف نفسها بقوة ومن دون اكتراث لجسمها. ولا للبراميل. كاسيدي على المنحدر الزلق. تقبل المنحدر من أجل حظ أوفر. مرحباً كاسيدي. أهلاً بك. كيف حالك؟ سيئة. نايتروس، أنت صديقة رائعة. هذا غريب، لم تنل باليستا من كاسيدي. لكن كاسيدي ما لبثت أن سقطت في الماء. استفادت ماما كاسيدي الطلقات. إلا أنها لم تستطع تجنب رش الماء. أوه. لقد نجحت كاسيدي في اختبار الفؤوس وجسر الحبال. ربما انكسرت. وها هي كاسيدي تهوى في الخندق. بقي على الأقل شيء يعمل. لكنها ليست ذراعي كاسيدي. لكن قدميها بقيتا على ما يرام، وسجلت 7 دقائق و14 ثانية. التالي هو سبنسر. أنا اللاعب الرئيسي في عرض الأسلحة هذا. عبئي سلاحك سبنسر. أوه. أوه. آه. يا رجل، ضربة قوية مباشرة. فيما يعيد سبنسر التعبئة لنتعرف إلى غريغ. أحب إذاعة الناس.
أنا واثق من أنه رجل طيب. لن يعرضنا للأذى؟ يظهر غريغ رشاقة عالية على البراميل. أعتقد أنه سيجد نفسه في مأزق. تكلمت باكرا جدا يا جاي. نسي غريغ شيئا واحدا، البراميل كذلك تحب إيلام الناس. يقول غريغ إن بوسعه تدارك الأمر في لعبة الأسطوان، لكن طلقة أدركته. لقد قطعها ولكن أوه. لنشاهد اللقطة مجددا. رأيت جاي وقع في الورطة بدل أن يتداركها. لنعد إلى رفيق غريغ سبنسر ونرى كيف يبلي في مرحلة العمود الطويل ووقع. لكن غريغ سجل وقتا لافتا مقداره 3:34 بينما حقق اليافع سبنسر أكثر منه ب8 ثوان. المهاجمة تالية ميغان. الدجاج رائع. مرحبا ميغان. واو، لدينا دجاج على اللائحة. الانتقال من جولة إلى أخرى هو الأصعب على ميغان. إنها قاسية جاي. أو أصابت باليستا ميغان في عنقها مباشرة. أصبحت ميغان على الجسر. هيا تنحي جانبا. أهجل ميغان. ثور لا تدعها تفلت ميغان. أحاول. ها قد هوت. لن نقلق بشأنها. وصلت ميغان بعد أكثر من 3 دقائق. سأفوز على الطريقة البلدية. الطريقة البلدية. إيها. تحقق باليستا إصابات دقيقة. تحياتي أيتها الحسنوات. تتنقل بيج مذعورة على الأسطوانة لتجد الحفرة المائية. تمكنت بيج من الصمود حتى أحكمت باليستا السيطرة على الوضع. على الطريقة البلدية. وصلت الفتاة البلدية إلى جسر الحبال، فيما يبدو أن ثورن عاجز عن إيقافها. بقي أمامها عمود القفز فقط. على الطريقة البلدية؟ نجحت بيج بعد 4:34. رقم ممتاز. إذن حسمت لصالح الفتاة صاحبة القبعة. كنت سأزايد. لا بأس يا صديقي، ما زال هناك 6 مهاجمين، ولكن فيما يتعلق بالنصف الأول منهم تتصدر ميغان بأكثر من 3 دقائق، فيما يتعين على جايكوب أن يحطم 7 دقائق. لا تذهب بعيدا لأننا لا نزال في البداية. سنعود مع مزيد من رش الماء والصفعات والتعثرات مع لعبة سبلاتلوت. أهلا بكم مجددا في الجولة الأولى من سبلاتلوت. أنا جيسون آتو. وأنا مات تشين. إذا فاتك النصف الأول من الجولة الأولى فهكذا كان. لن نقلق بشأنها. على المهاجمين أن يحطموا أحد هذه الأرقام ليضمنوا العبور إلى الجولة الثانية. لكنها ليست مهمتهم الوحيدة، فالمدافعون مستعدون للسائر. أنا هنا لأقضي عليكم. هذا ما يقوله لمات كل صباح. لكن البراميل طرحت سام في الماء، غير أنها عادت إلى المنحدر الزلق حيث استهدفت على يد باليستا. هيا سامانتا، أرينا ما لديك. يبدو أن سامانتا تتأنى في وقتها. إنها تطرحني أرضاً. سنعود إلى سامانتا لننتقل إلى بيج الثانية. أنا هي الأفضل. هيا رائع. يبدو أنها الهدف الأفضل. بيج الثانية تهوى السباحة والتسوق. حسناً، ليس ثمة تسوق هنا، ما يبقي السباحة متاحة. كنت مخطئاً، لدينا مسماران للبايع. بيج لم تستطع العبور. لا بأس، هذا يكفي. ها هي بيج الثانية تشق طريقها نحو المنحدر المستحيل. حتى الآن تبدو بخير. لكنها أسقطت أخيراً. تحاول كبح نفسها لكنها لا تمتلك فرامل يدوية. عادت بيج الثانية إلى لعبة الفؤوس الأقل خطراً. مهلاً، هل تمزق سروالها من الخلف؟ على ما أعتقد. يا للقساوة. القساوة صفة لم تتحل بها الفؤوس اليوم. لنرى إن كان ثورن والجسر سينالان من السروال. أوه، أعتقد ذلك. استغرقت بيج الثانية وقتاً طويلاً، وبالتالي لن تكون الأفضل. سوف أتغلب عليكم. ترصدنا دارين على المنحدر. طاب يومك. مرحبا دارين. ترحيب حار. لا، ها هو الترحيب الحار. هل شاهدنا ذلك ثانية؟ سيمفونية مائية. يعبر دارين الأسطوانة. حملي مهلا. حملي مهلا ثورن، إنه متجه نحو باليستا. ليست سعيدة. ما عليك سوى أن تدعيني أتولى الأمر هنا. ولا حتى ثورن. أوه، لقد أصبح دارين كالجبنة الذائبة. أوه تعثر ثانية. هل أحببت ذلك؟ يشعر كأنه جبنة تشادر. كف عن مزاحات الجبن. لماذا ظننت أنها مسلية؟ ها هو دارين يقفز بالزانة ويفشل. يجب أن تقدم أفضل من هذا.
ووقع مرة أخرى. ماذا سبق أن قال؟ سوف أتغلب عليكم. وهذا ما حصل. كلام استفزازي. هيا ثورن هو الأعظم. بل نحن